مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبت لكم وصفة سهلة مهلة وتفرحي بها وليداتك. الو، هي كيكة دانات، سي لو جاتو او دانات. الو، راح نستعمل انايا هذه لابواط، وراح نستعمل اوسي هذا لو مول. هذا لو مول تاع موسكوتشو نورمال، درتلو شوية لا مارغارين وزدت له شويه لافارين وهاوليك كيفاش داير. الوغ لهنايا نقولوا بسم الله. المقادير تاعنا عندنا لي زانغريديون، عندنا 4 اوف، 4 حبات بيض، عندنا اون كويير ا سوب تاع الكاكاو، ان باكي دو ليفير شيميك، باكي تاع خميرة الكاطو. الوغ لهنايا لو سكر، ونسحق لافارين والزيت ولافاني، اون بواط تاع دانات. الوغ لهنايا راح نستعمل هذه، نحيت منها الدانات، نحيت منها، رحت وزدت غسلتها باش نخليها كيما الكيله تاعي، وهذه نستعملها. مام هذيك الدانات الاولى اللي نحيت منها هذا خليتها دو كوتي باش هكذا ندير بها لا غاناش تاعي. الوغ نقولوا بسم الله. المقادير عندي الوصفه لهنايا، عندي لهنايا 4 حبات بيض، 4 حبات بيض. نبداو بسم الله. انتوما تقدروا تستعملوا المول اللي حبيتو. فوالا. الوغ لهنايا اوسي عندي لهنايا نحكم الكيله نتاع الدانات تاعي، هاي ليك نحكم الكيله تاع الدانات تاعي. واش ندير لها؟ ندير لها زوج كيلات تاع السكر. انا حطيت الاولى كيله الاولى وزدت الكيله الثانيه. فوالا لهنايا واش نزيد اوسي لهنايا، نحط الكل مع بعضه. لهنايا ندير نص كيله تاع الزيت، اون دومي ميزور دويل. اون كويير ا كافي تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع لافاني. فوالا لهنايا وصي واش ندير، نبدا نحكم الفوي تاعي ونخلط. ما نسحقش الباتور، اذا حبيتو ديرو بالباتور ديرو بالباتور، مي انا لو طون هنايا حتى كيبيض لي شوية، غير 2 مينوت هكداك. هاوليك لهنايا راني خلطت، غير 2 مينوت مع الباتور حتى كي نحس لو سكر تاعي راهو داب. الو كاسكو جو في لهنايا، لهنا واش نزيد؟ نزيد لهنا اون كويير ا سوب تاع الكاكاو، الكاكاو المرة بصح يكون دو بون كاليتي دو بريفيرونس. فوالا نزيد لهنا دانات تاعي. يعني هذا الكاطو ديروه في في وقفه كيما نقولوا، نخلط المناتة اللي مشى على الفوق تاعي يلي بخي شوفي على 180 دوغري، وانا راح نديرو فونتيلي باش يطيب. انتوما شعلوه قبل ما تبداو، بعد ما ديروا المقادير وتوجدوا المقادير تاعكم شعلوا الفوق تاعكم. هنايا انا خليته مليح، لهنايا نلحق لافارين تاعي. بيان سور دايما الصفاية. لهنا واش ندير لهنايا؟ دوك نفهمتكم، عندي زوج كيلات تاع الفرينة، وعلاش ندير زوج كيلات وزوج مغارف كبار؟ باسكو عندي 4 حبات بيض، انا على حساب المول تاعي. الوغ درت لهنايا كيله، ندير زوج كيلات معمرين، ونزيد زوج مغارف كبار
تاع لا فارين، زوج معاغرف كبار تاع لا فارين. علاش؟ باسكو نحسبو زوج مغارف كبار تاع لا فارين قيس حبه بيض. انا يدت 4 فوالا. لهنايا لو باكي دو ليفيغ شيميك تاعي ما تشدلكش كاع الوقت، هذا الكاطو ما يشدلكش الوقت وخفيف وبنين، سورتو افيك اون بون غاناش. هنايا نخلط، يعني ساهل من بناتكم صغار يديروه. تقديمه تحطيه للضياف كي يجوك على غفله ولا هاكي درتيه 5 دقائق وراكي درتيه. وما تنساوش باللي الدانات الي تري بون اوطون كو شوكولا. انا ولادي يحبوا على لي كاطو شوكولا، دوك تلقاو في القناه تاعي عندي لكم بزاف لي كاطو شوكولا، وسورتو في الصيف تاع وقفه ودخلي داخل الفوخ وخرجي من الكوزينه. انا خلطته مليح، راحو لي كالي غرومو لهنا تو سامبل، نحطوه داخل الفوخ، داخل المول بليتو، وندخلوه داخل الفوخ. عدت لي شويه لا فارين توت اون فون، نخلط مليح، جو رامن لا سباتول فوالا. افيك اون سباتول سي بوكو ميو. وندخلوه داخل الفوخ، داخل الفوخ بريشوفي ا 180 دغري البنات. هكذا وندخلو داخل الفوخ ونعاود نولي لكم البنات. لهنايا بعد ما دخلتو داخل الفوخ لو غاتو تاعي كاسكو شفي، الو جو بريبار لا غاناش تاعي. لا غاناش تاعي لهنايا واش عندي؟ عندي دو شوكولا، عندي لهنايا 100 غرام تاع شوكولا، وعندي 80 غرام تاع لا كريم ليكيد، لا كريم فريش، ولهنايا هذيك الباطا تاع الدانات اللي خليتها. كاسكو شفي انا لهنايا ندخلها داخل الميكرووند بوندون 1 مينوت ونعاود نولي لكم. فوالا لهنايا البنات بعد ما دخلتو داخل الميكرووند ندوب فيه الشوكولا، نحركو مليح حتى كي الشوكولا تاعنا تذوب. فوالا دو سيت فاصون واش نزيد هنايا، نخلطها مليح حتى كي تذوب. تقدروا ديريكتومون ديروا هكذا وتحطوها من الفوق، ولا تقدروا تزيدوا الدانات سي انكور بلو بون. فوالا حتى كما يقعدوش لي كرومون، نخلطها مليح كاع لي كرومون دوك. هايليك هايليك اون بون صوص. فوالا هنايا نزيد الدانات تاعي، سا سي فاكولتاتيف تقدروا ما ديروهش. و ميم طون لا صوص تاعنا تجينا زاكية أكثر. ألوغ دانات مع الشوكولا مع لاكريم فريش سي ترو ترو بون، سي اون بون صوص، تقدرو تستعملوها في بزاف وصفات. نجيب لو كاطو تاعي، هاوليك لو كاطو تاعي بعد ما دخل خليتو خرجتو من الفوق وخليتو في المول تاعو. شوفوا شوفوا القوام تاعو كوم اون ايبونش، الله يبارك. الوغ لهنايا جو راجوت لاصوص تاعي،
البنات لهنايا ديروا نيمبورت كان مولا فوالا دو سيت فاصون بكري هذه لا غوسيت دارت حاله تفكرتها قلت تيان ولا غير جبال الفير avec cette sauce onctueuse, elle est très très bonne. J'aimerais bien que si y aura. Les bnat تقدروا التطبيقات تاعكم تبعتوهم لي في الانستغرام وانايا نحطهم je les publie ou là في الجروب تاعي لي ديليس دو شهرزاد ou là mon instagram c'est شهرزاد en cuisine. لهنايا qu'est-ce que je fais لهنايا نشبحها شويه بالنوا دو كوكو سي جولي لو بلون افيك لو نوار تفاصون نخلي لكم الرابط تاع الانستغرام تاعي والرابط تاع فيسبوك تاعي لو ليان تلقاوهم في لي بار في لا بار دانفو الوغ دو سيت فاصون زيت دي سيريس كونفي c'est juste une petite déco de chaque dame d'Aïtène qui fera alors avec le gâteau taille donc on s'est dans ce voir le com voilà vous êtes dans ce voir le com on voit le com à l'intérieur qui fait chaque com j'espère t'as du promet de l'os pas ou si y aura on met une dimanche surtout pour les enfants c'est trop trop bon à tes comme ça il a les pas vidéo je dis d'inchallah